شرفنا رمزيا على انطلاق عمل التصدير باتجاه بلد اوروبي لماده الكرينكر، وهي ماده نصف مصنعه للاسمنت انطلاقا من هذا المصنع المتواجد بحساسنا. هذا يعتبر دعم من السلطات المحليه لفائده المصنع والتمكين له من اقتطاع حصه من السوق الدوليه، وفي المستقبل المنظور توسع الاستثمار من خلال إنجاز عمليات مماثلة ستشهدها سنة 2023 بإذن الله. بمعية السيد والي ولاية سعيدة، وتم انطلاق العملية الخامسة والسادسة من تصدير مادة الكلينكر، وهذه المادة طبعا موجهة إلى بلد أوروبي عبر ميناء مدينة وهران. وعند ختام هذه العملية نكون قد استوفينا كمية ما قيمتها 200 ألف طن خلال سنة 2023.